لازم هنحاسب الناس اللي قطعت الطريق، وهيتعمل محضر باللي قطع الطريق وقطع مصالح وعطل مصالح الناس، وهنعرضه على النيابه وهنظبط المتهمين بقطع الطريق. زي بالظبط اللي راح تعدى على مركز على اسم شرطه المنشيه، راحوا حاولوا يهربوا العيال والكلام ده ومحاولتهم فشلت، وبعد ما خلصنا المأمورية وراحوا العيال دخلوا السجن وكله تمام، محضر باللي حاول واللي ضرب واللي كسر، ويتحددوا في وينزل وننزل في نفس اليوم نظبطه. وده حصل في المنشية وحصل في الزاوية، وهيحصل إن شاء الله في قدام الأزبكية. اللي حصل قدام الأزبكية دي نوع من أنواع البلطجة ومحدش وافق عليه.